مجلس نقابة المحامين يقرر عقد الانتخابات في يوم 23 من مارس الجاري. نقيب المحامين يعقد لقاء مع محامي أسيوط ويعرض ثمار ميكنة الخدمات النقابية. نقيب المحامين يضع حجر الأساس لنادي المحامين النهري بأسيوط. نقيب المحامين يتسلم أرض المدينة السكنية بأسيوط ويضع حجر الأساس للبدء في الإنشاءات. نقيب المحامين يجري جولة تفقدية لاستراحات المحامين بمجمع محاكم أسيوط. النقيب العام يعقد لقاء مع محامي حلوان ويؤكد: طبقنا الحوكمة في كل مظاهر الصرف داخل نقابة المحامين. نقيب المحامين يعقد لقاء مع محامي جنوب القاهرة ويؤكد: لدينا رؤية واضحة للارتقاء بنقابة المحامين وتنمية مواردها.